خالد انانير، خير خير. انا عايز اكلم حضره العمده ولا الست الحاجه دلوقتي حالا؟ دلوقتي حالا؟ بس دول ناموا من زمان. ترجعت تعيش هنا تاني؟ لا انا راجع البراري تاني. ايه اللي حصل خلاكي تيجي في وقت متاخر زي كده؟ فين عم جابر؟ جابر سهران في شغله. ايه اللي حصل؟ طمنيني. انا جاي احذركم وعاوزاك تنقل كلامي ده بالحرف الواحد لحضرة العمدة ولا للست الحاج. ايوة انقل لهم ايه؟ قوليلي قوليلي انقل لهم ايه. هدى، هدى بنت خالد نور. آه. بلفت عقل ابنكم، ضحكت على عقله بالبيانو والمزيكا. ده الخطر اللي انا جاي احذركم منه. وعامر، عامر مسافر لها بكرة مصر وحينزل في شقتها. ونور، نور نور غلبانة وعلى نياتها، مش عارفة هيبقى مصيرها ايه لو عامر وقع في ايد البيت اللي اسمها هدى. يقدر الله. عمر رايح فين؟ على ماي. فين؟ على برج الحمام. في حساب بيني وبينك عايز اصفيه قبل ابوك وامك ما يصحوا. تعال تعال معايا. طب افهم بس انت بتعمل معايا كده ليه؟ اسمع يا عامر، انا استحملت حاجات كتير، استحملت حاجات كتير عشان تنجح انت وعلشان نور تفرح بيك. مش مستعد ابدا انك تهد كل اللي ببنيه، انت فاهم؟ مش فاهم انت بتقول الكلام ده ليه دلوقتي؟ علشان هدى. هدى بنت خالة نور؟ مالها؟ ما تستعبطش عليا يا عامر، انت فاهم كل حاجة. فاهم انت تقصد ايه؟ ايه علاقتك بهدى؟ مفيش أي حاجة أكتر من إنها بنت خالة نور. أمال دنانير بتديها عليك؟ أنت عارف دنانير وعارف شكاها في كل حاجة تسمعها ولا تشوفها. هي طبيعتها كده، أنا ذنبي إيه؟ يعني أنت بريء من الاتهام ده يا عامر؟ 100%. حب تثبت لي براءتك. عمر، أنا مفيش أي حد في حياتي غير نور. وأنا هكلم بابا علشان يحدد ميعاد كتب الكتاب والدخلة. جوازي من نور ما يثبتلكش ان حب ليها ما تغيرش شعره؟ انت سبقتني. انا كنت هطلب منك نفس الطلب. يعني مش زعلان من اخوك؟ لا مش زعلان. لسه نايمة؟ مش تقولي صباح الخير الأول يا عمتي؟ صباح النور بسلامتها. لسه نايمة؟ يا سلام لما تضايقيني على الصبح كده. لو أفهم بس إيه اللي مضايقك من هدى؟ ما تبقيش سلمت النية بالشكل ده. هو حضرتك شفتي منها حاجة غلط؟ ما شفتيهاش. كانت بتبصله إزاي؟ ما خدتيش بالك منها؟ دي كانت بتبصله بعينيها وهي هتاكله أكل. ولا لما حكمت رأيها إنه في مصر ينزل عندها في بيتها. يا عمتي انت تزعلي من الحكاية دي لو هدى هناك في مصر، لكن ما عدم معانا هنا هيحصل إيه بس؟ خايفة، خايفة مش عارفة ليه. حضرتك بتخافي من كل حاجة، ودي حاجة مش جديدة عليا. المرة دي
عنك انت. ايه؟ انت لحقت توصل من البلد لما هترجع لها تاني؟ جيت اشق على الانفار وراجع البلد تاني، عندي مشوار مهم. ولو جه حضرة العمدة سهر عليك نقول له ايه؟ قول له راح لشلبي الدقاق. اهو عاوز اعرف هتعمل بيه ايه بقى. هو يضرب كده حاسب ده معمر. يبقى ما تخافش، اديني نفذت لك كله اللي طلبته مني. بس خد بالك لو ما خدتش حقي في الاخر انت حر. وخليك فاكر حقي كويس، المبلغ اللي اتفقنا عليه من قبل ما ترشح نفسك. متخافش يا صنيطي، حقك هيكون عندك النهاردة. ازاي يعني؟ يوه يا صنيطي. مع السلامة. ويا ترى هتقعد كم يوم؟ راجع بكرة إن شاء الله. بس في حاجة كنت عاوز أكلم حضرتك فيها قبل ما أسافر. إيه؟ قول. بعد إذن حضرتك طبعاً أنا عاوز أتجوز نور. يا ألف نهار أبيض، ده يوم المنى، ده كلام يفرحني قوي ومستعد أنفذهولك النهاردة لو عاوز. ما افتكرش يعني إني مستعجل للدرجة دي، وكمان أهل نور لازم يستعدوا اليوم زي ده. أيوة فاهم فاهم فاهم. وعلى العموم أنا هرتب الحكاية دي مع جابر وأقول لك عن النتيجة لما ترجع بالسلامة. متشكر قوي يا بابا، ربنا يخليك لينا. الله، هتشيل الشنط على قلبك ليه؟ يا سنجاوي تحت أمرك يا جناب العمدي. أنت كنت مستخبي ورا الباب؟ لا، مستني الإذن من جناب العمدي. طب يلا شيل الشنط. حاضر. ارفع. إيه السلام عليكم. مع السلامة. الشاي. هو عمر روح ولا بات هنا؟ متهيأ لي اني روح، عشان انا لما جيت اطفي النور ليلة امبارح قال لي ان هو مستني شوي. ما عرفش يا سيدي. الواد شلبي مجنون وعاوز يلبد لعمر في حته. اذا حد سال عليا قولي له ان في البراري. طب والشاي؟ يعني مش خايف مني ليه يا استاذ عمر؟ مش خايف ليه؟ وانا بهددك بمطوه؟ ده مسدس يعني ضغطه واحده على الزناد وينتهي كل شيء. انت ما تعملهاش يا شلبي. ليه؟ اعملها ونص، انا مش جبان. ومين قال انك جبان؟ ومين قال ان اللي يقتل يبقى شجاع؟ انت مش خايف مني ليه؟ لاني مش خايف على عمري، مش خايف من الموت، لاني متاكد انه هيحصل في اي لحظه. بس يا ريت يا شلبي ما كنتش على ايدك انت. خايف عليا من السجن؟ لا، انا كل اهل البلد حذروني منك لكن ما خفتش وجيت لك. انا اقدر اقتلك، انا مش جبان، انا ممكن ابقى مجرم، انا مش جبان، انا مش جبان. شلبي يا دقاق، شلبي يا دقاق، ياما بيمر في حياه الناس اوقات يحسوا ان كرامتهم انجرحت وبيكبر الإحساس ده جوانا،
لدرجة انه نتخيل ان العالم وقف عند هذه اللحظة، يعني ننتقم يا نموت. لكن البني ادم لو فكر شوية وتروى هيلاقي ان كل شيء في الدنيا بيتنسي. هي مش راضية تقابلني ليه؟ اصلها مشغولة في المطبخ. مشغولة؟ ولا مكسوفة من اللي عملته امبارح؟ تصوري يا نور، اشتكتني لعمر، وانت عارفة حساسية وضع عمر في الموضوع ده، ده كان حيموتني. انا خلاص يا عامر، ما عدتش فاهمة عمتي دي ابدا. ده من كتر عمايلها في هدى خلتني احب هدى دي اكتر. صحيح كنا بنغير من بعض واحنا صغيرين، لكن ده دايما بيحصل بين ولاد الخالة. انما ما توصلش ابدا لدرجة عمتي تفكر في حاجات عيب. تصور يا عامر، انا ما شفتش هدى دي من كام سنة، من قبل ما تسافر بلاد بره بزمان، ولما رجعت لقيتها بنت ظريفة وطيبة ومؤدبة. العرايس الحلوين بتوشوشوا على ايه؟ صباح الخير. صباح الفل. على فكرة بابا النهاردة هيطلب من حضرتك حاجة مهمة قوي، وأرجوك ما تكسفوش فيها. حاجة مهمة زي ايه يعني؟ ما تخافش، مش فلوس. مش فلوس. يبقى يطلب زي ما هو عاوز، وانا الأكل سداد. عارفة يا نور بابا هيطلب ايه من عم جابر؟ ايه؟ كلمني انا، هيطلب ايه؟ هيطلب تحديد ميعاد كتب الكتاب والدخلة. صحيح يا عامر، صحيح. يا بنت كده عيب، بلاش تنطيط كده. ايه صحيح يا عم؟ صحيح يا عم، عيب انا قاعد، عيب. صحيح يا عم، صحيح صحيح. بس ارجوك يا عم بقى ما تقعدش بقى تقول بعد موسم القطن والحجج بتاعتك دي. يا بابا بلاش، وحياتي يا بابا يا بنت. عيب 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 تقول انت كده، انا اللي اقول بس عيب عيب. من عينيا يا عامر بيه يا سكره، هقول الاسبوع ده لو انت عاوز. متشكر قوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو نشوف فين؟ نشوف فين؟ نسيته فوق انت يا بابا. فوق؟ طب اطلع اجيب. بقول لك ايه؟ ما تمشيش، انا هاجي اوصلك لحد المحط، ها؟ وهستناك بقى لما تيجي بالعربيه الجديده من مصر بقى، وتيجي تحت الشباك بتاعه وتقول لي بيب 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 بيب، اوعى تنسى. يا خبر ابيض. عامر، ادي عنوان هدى، وادي مفتاح شقتها. بس انت ليه عايزاني اروح عندها؟ اولا عشان تغيظ عمتي، ثانيا عشان لما احب اطمن عليك ابقى اكلمك في التليفون. هدى هي اللي فكرتني بكده، ولقيتها طبعا فكره ظريفه وطريقه مضمونه لعدم الزواغان. بس انتوا ما عندكوش هنا ترانك. لا ما تخافش، هدى رتبت كل حاجه. مفاجاه بقى يا سيدي، ولازم تستناها على نار. مع السلامة يا عامر بيه. مع السلامة يا أنسة نور، وأرجو تبليغ تحياتي للأنسة هدى. يوصل يا فندم. مع السلامة يا فندم. مع السلامة يا بيه. نشوف وشك بخير يا فندم. هتوحشونا قوي. دي اللي مع السلامة يا فندم، مع السلامة يا بيه، أشوف وشك بخير يا فندم، مع السلامة يا بيه. دي هتفضلوا مسلموا على بعض كده لحد إمتى؟ لحد القطر ما يسافر لوحده؟ يا أخويا يلا بينا. السلام عليكم. مع السلامة. باي باي. يلا يا عامر بيه يلا. عمتي يا عمتي. ايه في ايه؟ الحقيني يا عمتي. حصل ايه؟ عامر خلاص عايز يحدد ميعاد الجواز. انتي قلتي ايه؟ بقول لك عامر هيتجوزني، والاسبوع ده بالكتير يا عمتي. شفتي؟ شفتي عمتك دنانير بتعمل ايه علشانك؟ اهو لولا انا رحت عندهم امبارح بالليل بيتهم ما كانش جه النهارده وقال لك الخبر السعيد ده. مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. لكن ازاي تقولي له اللي قلتيه امبارح؟
وازاي تخبى عليا انك رحتي له؟ مش مهم دلوقتي ازاي ولا ليه، ولا مهم انك تعرفي اي حاجه دلوقتي. المهم ان هو خلاص اتنحرر وجاي هيتجوزك. يا سلام، هو انت كنت فاكره ان عامر هيرجع في كلامه؟ يا عبيده يا هبلة، تنصحي بقى، هو في راجل يتربط بحتة الدبلة والشبكة؟ الراجل ما يربطوش غير كاتب الكتاب. يا عمتي، هو في راجل النهاردة بيتربط من رقبته؟ يا هدى، هدى بس يا هدى، حقولك أبطت فرحك قوي. شوف يا اختي البت وكلامها. ساعة جالة عشرة دلوقتي، أنا لازم أروح البراري أشوف الانفار عملوا إيه. ما تيجي معايا يا شلبي، ما تيجي معايا مدام مراكش الشغل، على الأقل الناس لما يشوفونا مع بعض لسنتهم تهبط عننا شوية. هخلص شوية حاجات وبحصلها. كلام رجالة؟ سلام. يظهر ان عمر انسان شهم جدا. مش قادره اوصف لك شعوري بيبقى ايه لما بشوف عمر. معرفش، ساعات بحس اني لسه تلميذه صغيره وهو نظر المدرسه كلها، وساعات بحس انه دكتور كبير وانا عيانه وهو اللي انقذني. مش عارفة حياتي كان هيبقى مصيرها ايه لو ما كانش عمر بالكرم ده كله. كنت هتجوز اللي بحبه ازاي؟ كان هينجح في الانتخابات ازاي؟ اي خير في حياتي سببه الوحيد عمر. يظهر ان ده قدر فعلكم. لازم واحد يفني نفسه للنهاية عشان غيره يلمع ويظهر. يعني ايه؟ مش فاهمه. اهي كلمه جت على بالي، حبيت اتفلسف شويه. لا صحيح يا هدى، اصلك حددتي عيلتنا بالذات. ما تاخديش في بالك، انت قلتي لي انك هتخرجيني النهارده مش كده؟ اوعى ترجعي في كلامك، عاوز اشوف كل اماكن ذكرياتك مع عامر. حاضر يا هدى، بس قولي لي امتى هنكلم عامر وازاي؟ دلوقتي تلاقيه لسه في الشغل، وطبعا مش هيرجع البيت قبل الساعه 8 مش كده؟ ياه، ده احنا لسه بدري قوي. ازيك يا عمر؟ ابدا مفيش حاجه، جاي اطمن عليك. ربنا يخليك يا عمر، مش منك انت الحمد لله مش كويس دلوقتي. كويس، وهبقى كويس اكتر لما تصارحني، لما تفتح لي قلبك وتقول لي على الحقيقه. انت طلبت من جابر فلوس ليه يوم ما روحنا نطلب بنته؟ يابا انت لسه فاكر ده؟ موضوع انا نسيته خلاص. لكن أنا مش ناسيه ولا حقدر أنساه. بقى اللي يعمل الحاجات دي كلها مع شلبي عشان أخوه ينجح
هو نفسه اللي يقعد في بيت جابر وحاطط رجل على رجل ويتشرط؟ يابا اللي عملته مع شلبي ده كان علشان خاطرك انت. طب تعالى اقعد. انا بسألك على اللي عملته مع جابر. معلش يابا سامحني، كانت لحظة طيش. وعمرك ما كنت طايش. معلش بقى يابا، هي حصلت مرة في العمر، انساها بقى. ايه؟ قول ما تخافش، انا مسامحك بس اعرف الحقيقة. ايوه يابا، زي ما انت عارف الشيطان شاطر. طيب ما عدتش تعملها تاني الحاجات دي يا ابني؟ للشبان البطلين مش للرجال المقصلين اللي زيك. خلاص بقى يابا، ده موضوع انتهينا منه خلاص. انت قلت الحقيقة يا عمر. ها؟ بسألك انت قلت الحقيقة؟ ايوه. طيب لم حاجاتك يا ابني وتعالى علشان تقعد معايا في البيت في البلد. سامحتني يابا؟ على شرط ما ترجعش تعملها تاني ابدا. يابا انا ليا عندك كلمة، عامر عايز يتمم جوازه من نور. عامر كلمنا النهاردة الصبح، انما انت نطيت ليه في الموضوع ده؟ وعلشان خاطر يابا كلم له عم جابر. وانت معايا؟ ما هو اصل انا زي ما انت عارف يابا، يعني انا يعني مشغول هنا في البراري انت مش هتشق على الارض ولا ايه؟ ما تيجي تشق على الارض. وانا حفدتش وراك يا عمر؟ ما خلاص يا ابني الحمد لله كبرتوا بقيتوا رجاله، تقدروا تحملوا المسؤوليه من بعدي. ربنا يخليك يابا، ربنا يخليك، ما احرمناش منك. ايه؟ خايف من حمل العمودية؟ مش عايزها يابا، مش عايزها. ودي كمان هتسيبها لأخوك؟ لا، أخوك خد نصيبه خلاص، العمودية من نصيبك أنت لوحدك. يابا مش عايزها صدقني. أمال عاوز إيه؟ عايزك تتمم جواز عامر. حاضر، وإيه تاني؟ وبالمرة كمان يابا، عايزك تسمح لشلبي يشتغل معايا في البراري ويعيش معايا هنا في الاستراحة. ترجعت في كلامك تاني؟ مش قلنا إنك هتيجي ويايا البلد وتقعد ويايا في البيت الكبير؟ وما دمت وافقت على جواز أخويا عامر، أجل بقى مروح أنا للبيت الكبير شوية، يمكن نور تتضايق ولا عم جابر، وعايزين نخلص بقى من الموال ده. يا سلام على قلبك الكبير يا عمر، كل حاجة تفكر فيها، ما تفوتكش حاجة أبدا. اللي عليكي انك تقنعي عمتك ان احنا نروح في زياره لبيت العمد. انا عارفه انها مش هترضى، لكن لازم هلاقي طريقه. يلا بينا. كل يهون عشان خاطر عيون خطيبك. يا حبيبتي يا هدى، يلا بينا.
ما اقدرش اخليكي تخرجي بالليل وابوكي مش هنا. طب ما هي هدى معايا يا عمتي. ما انت طول العصريه قاعده في البيت، ما روحتيش بيت العمده بالنهار ليه؟ هو انت هتحبسيني؟ طيب تعالي يا هدى معايا، انا هروح افوت على بابا واخد الاذن منه. يلا يا هدى. معلش ما تزعليهاش يا طعم. اسكتي انت خالص يا حبيبتي. اوهو مش خلاص القهوه بقى؟ مستعجل على ايه يا جابر؟ ما سيبنا نتمتع بفنجان قهوه من عند جابر المنسي. دي حاجه ما بتتكررش كل يوم. مش للدرجه دي يا حط العمده، ده انت خيرك على البلد كلها. هنشرب شربات كانت بكتاب نور على عامر امتى؟ ايه انطقها بقى يا اخي، غلبتني من الصبح. صحيح يا جابر، هنشرب الشربات امتى؟ ما تخافش، شربات الفرح على العريس. ما انا عارف الحكايه دي ومطمن لها قوي. امال انا قابلت اجوزها لابنك ليه؟ ان شاء الله الاسبوع الجاي. اتفقنا، نقرا الفاتحه بقى. علشانك تتشبرقي بيها كلها لوحدك، بس على شرط تعملي بقى اللي هقولك عليه. هعمل كل اللي تقول عليه من غير ما اخد باريزه ولا شيلي. ده سيدي العمده لو عرف يذبحني. لا يا اختي، وانا ما ارضلكيش الاذيه. شوفي بقى يا بنت الحلال، ايوه انا عايزاك تسحبي كده بشويش وتروحي وراهم تشوفي هدى دي ساحبه بنتنا ورايحه بيها على فين. ايه طب افرضي انهم هيروحوا مشوار بعيد، هتعملي ايه لو حد من دار سيد العمده جه سأل عليا؟ ما تخافيش يا فاكيها، انا يا اختي بقى هتصرف، بس شطارتك انت بقى وجدعنتك ان ما تخليش منهم حد يشوفك، ها، وترجعي لي هنا قبل منهم. والاجر على الله. يلا بقى بسرعه امال اجري. بس اسمعي يا بنت، ايوه تبطلي تضحكي الضحكه البايخه بتاعتك دي. ها يلا يلا. حاضر انا جاي.
6/8/13/5/22. مين؟ هدى؟ ايه المفاجأة الحلوة دي؟ صدقيني فعلا مفاجأة. اسمعي يا هدى، ما عندكيش نوت موسيقية؟ فين؟ الدرج الثاني على اليمين. طب لحظة واحدة. بقول لك ايه يا هدى؟ ما تبقيش تزعلي، انا نكشت لك البيت كله. انا بقى يا هدى. هي لقيتهم؟ ايوه السيمفونيه الخامسه لبيتهوفن. فين؟ في اوضه النوم. لا الكومودينو اللي على الشمال. ايوه يا هدى حرام عليكي، الموضوع هيخلص. نوع كتير من اعمال موزار. ايوه يا هدى، والكونشيرتو بتاع البيانو. الو، مفيش حاجه تانية يا هدى؟ مين؟ نور. اهلا وسهلا. حاجه امتى؟ لما اخلص. لا معلش، شغل جديد ما كنتش عامل حسابه. ايوه بقول لك ايه يا نور. ايه؟ مش عاوز اكلمك؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ تعالك صغر للدرجه دي يا نور؟ ايه هتعملي زي عمتك؟ ما زعلش ازاي بس؟ لا خلاص مش عايز اكلمها. العربيه؟ ايوه بس اصل الحقيقه ما فضتش خالص النهارده. صدقيني يا نور كنت هطلبك، بس خفت. خفت لعمتك تتضايق ولا حاجه. وعمتي تزعل ليه؟ الله يا عامر، هو انت مش خطيبي والمفروض انك تكلمني وقت ما انت عايز؟ الحق يا هدى، المده خلصت. اطلبي كمان مده. ما كفاكيش مدتين، ده انت طماعه قوي. يلا بينا بقى احسن نتاخر وعمتك تعمل لنا حكايه. صحيح. عارفه عامر كان فرحان قوي. طب يلا. ميرسي يا هدى. اهلا، نورت البراري يا شلبي. اهلا يا استاذ عمر. اهلا بيك. الواد صينيتي مضايقني قوي يا استاذ عمر. ليه؟ ما انت عارف انه مجرم قراري وعايز ما اعرفش ايه ويشبع فيها لطم. الله، هو مش كان بيشتغل معاك في الانتخابات والحكايه دي خلاص خلصت؟ او كل ما اهدى من ناحيتك يحفزني تاني. النهارده بس اكتشفت غرضه من نجاحي، عايز يستغل اسمي في اعماله الاجراميه. انت الحق عليك، ازاي تعتمد على راجل كل البلد عارف انه مجرم يا شلبي؟ ايوه، قلة عقل وقلة حيلة. إنما أنا هعمل إيه في نفسي؟ وهو كمان عارف وبيستغل دي وبيذلني وكل يوم ينط في داري، ده غير اللي بيقولوا عني في البلد. وأنا السبب، أنا عارف. لا، أخوك وحماه. أبوك ما كانش عيان ولا حاجة لما جالك جبر المنسي. عرفت بس بعد ما فات الأوان. ومش هتنتقم؟ عشان اكون قوي في الحق لازم اكون انا نفسي يا شلبي فوق الغلط. يعني عايزني احط ايدي على خدي واسكت على ظلمك ليا، وعايز انت كمان تسكت على ظلم جابر المنسي؟ اسمع يا شلبي، انا اتفقت مع ابويا انك تيجي تشتغل معايا في ارض البراري، ها؟ واللي يطلع يا عم بالنص. انت تنسى انت حر، تقعد هنا في البراري وتشتغل وتحاول تنسى انت حر. انما انا لا، انا مش هجاوبك دلوقتي. يعني ايه؟ يعني انا حنفي نفسي معاك هنا صحيح، واحاول انسى، ويمكن الشغل زي ما انت بتقول ينسيني. انما بقى اعذرني ان في يوم ضعفت وما قدرتش، يبقى سامحني. سامح.
سامح بني آدم غلبان، أحاول في يوم يلاقي له مكان في وسط الناس، ولما قرب يلاقي المكان ده ضحك عليه، ضحك عليه من أعز الناس ليه، من أقرب واحد لقلبه. أسامحني، أسامحني. كلمه الاول الست هدى واتكلمت معاه كتير قوي. طب ارجعي انت دلوقتي على بيت العمده، بس اوعي حسك عينك تجيبي سيره المخلوق. عيب يا ست، ده انا شغلي في سراية العمده، معرفنا اسرار الدنيا كلها، لكن وغلاوتك عندي كله في بيه. طب يلا ارجعي دلوقتي من الباب الوراني، واوعي حد يشوفك. تصبح على خير يا ست. وانت بت ايه؟ بطلي الضحكة البايخة بتاعتك دي. خوري كنتوا فين لحد دلوقت؟ كنا ببيت العمدة. احنا مش هنتعشى بقى، انا هموت من الجوع. ما تتوهيش الكلام يا هدى، اتأخرتوا فين لحد دلوقت؟ الله بقى يا عمتي، هو تحقيق ولا ايه؟ هو فعلا تحقيق. الله، انت مكبرة الحكاية كده ليه؟ الحكاية كبيرة فعلا يا ست هدى، بس انت مش دريانة، اصل انت يعني متعودة على ال عمتي. اسكتي اسكتي انت، يلا اي حد يقدر يضحك عليك ويجرجرك للهلاك وانت مش دريانة. انت قصدك ايه؟ انا؟ لا يا حبيبتي، انا مقصودش حاجة ابدا، انا بس بربي بنت اخويا، ودي حاجة اظني ما تخصكيش. هدى ما عملتش حاجة يا عمتي. امال مين اللي جرجرك كبنت التليفون؟ ها؟ مين اللي عمل ترانك العامر؟ طب وانا كمان كلمته؟ بنت جابر المنسي تخرج بالليل تروح تعمل ترانك لخطيبها في مصر ليه؟ ايه الاسرار اللي بينكم؟ ولا يكونش في اسرار بين الست الهانم وبينه؟ لا انا ما اقدرش اسكت على كده ابدا. يوه يوه يا حبيبتي، ما تزعليش نفسك قوي كده، معلش اصل احنا عايشين في الفلاحين وطبعنا بطبعهم، وانا بقى عايزه اربي بنتنا على طبيع الفلاحين. يعني انا تربيتي هدى. هدى تعالي هنا، سيبيها. انت ايه عايزه تستني عليها لغايه ما تلهفوا منك لنفسها؟ يا اخي ده بعدها، ده نجوم السما قرب لها. طب وطي صوتك احسن تسمعنا. يا انا عاوزاها تسمعنا. ايه هو احنا بعتنا جبناها من مصر عشان تزليها بشكلنا؟ انا اللي غلطانه، اللي فتحت لها بيتي، خصوصا بعد ما شفتها عايشه ازاي في مصر لوحدها. ايوه غلطانه، انا كان لازم اطنشها اول ما شفتها عينها زيغه. حرام عليكي، حرام، ده كله حرام يا عمتي. كنت فاكره ان السنين الطويله اللي فاتت هتنسيني حقدك الاسود واللي عملتيه فينا، ربنا قدرني ونسيت. ولما شفت نور ولقيتها زي الملاك، لقيت نفسي بحبها وبنسى كتير. لكن دلوقتي بعد اللي عملتيه معايا افتكرت تاني كل حاجة، رجعتي الغل لقلبي بعد ما نسيته. أشكركم ويسعدني
أن أقدم لكم الآن مقطوعة بعنوان الوفاء والحب. الوفاء بهديها الشقيق الحبيب عمر الجبالي. أما الحب فبهديها لأحب الناس لقلبي، لحبيبتي نور خطيبتي. هدى، هلا، ايه جاي لوحدك؟ ماشي في قد ايه؟ ده السكه طويله. مش عارفه، الساعه 11 بالليل وانا ماشيه لحد دلوقتي. اكيد في حاجه خطيره حصلت. ايه هي؟ كنت اقدر اروح للسنجاوي واخليه يجيبني بالكاريتا، لكن كنت عاوزه امشي لوحدي. حسيت ان انا لازم اعمل كده. ايوه، بس تمشي بالليل في البراري ولوحدك؟ سمعت منور عن التضحيات اللي قدمتها لها، وانا عارفه عقلك وواثقه في حكمتك، عشان كده مشيت المشوار ده كله وجيت لك. اتفضلي، انا تحت امرك. عرفت اللي عملته عمتي في هدى؟ يطلع من نافوخي. ايوه عرفت. ايه، وموافق عليه حضرتك؟ موافق على طرد بنت بالليل في بلد فلاحين يا بابا؟ تستاهل اكتر من كده، كفايه انها بنته. بنت مين؟ بنت رفعت الساكت، تاجر القطن الاسكرته. هو عمل لكم ايه بس عشان تنتقموا من بنته بالطريقه دي؟ مش مهم اللي فات، الاهم اللي جاي. مش فاهمه يا بابا، مش فاهمه. احنا بنبعد عنك شرها، وخليتوها تيجي لمني الاول. عشان اقفل الموضوع ده خالص، مش عايز اسمع سيرته ابدا. من غير حتى ما تعرفوا هي فين دلوقتي، سافرت ولا لسه هنا في البلد؟ ما تخافيش عليها، دي بتعرف تتصرف في كل حاجه. كفايه ان ابوها سابها وهي لسه عندها 13 سنه وعرفت تعيش لغايه دلوقتي لوحدها. ما تخافيش. بالظبط زي ما قالت عمتك كده، ما تخافيش. وخليها كتب على نفسه كم بيالات بالمبلغ، واول ما خد الفلوس ابتدى يتوسع في التجاره واشترى قطن كتير. وقبل ما تخلص الفلوس كان يوصل له عم جابر بيقوله اشتري كمان، القطن سعره هيزيد. بابا ياخد الفلوس ويمجع الكمبيالات، واول سعر القطن ما طلع لفوق وحب بابا يبيع، ظهر تاني عم جابر. مش فاكره ازاي قدر يقنعه انه ما يبيعش، بابا كان بيثق فيه قوي، مش عارف الحفره اللي بيحفرها له عديله. طيب والدك عمل ايه في القطن بتاعه؟ باعه طبعا بأبخس الأسعار. وإيه اللي اضطر يعمل كده؟ دي خسارة القطن فظيعة. أول ما نزل سعر القطن جاله جابر المنسي وهو كاشف وشه، وقال له اديني حقي، أنا عاوز فلوسي. بابا قال له استنى أما السعر يزيد تاني. قال له اكتب لي البيت بتاع شبرا. كتب له البيت، وكمان البيت التاني برضه كتبه له. عارف عمل ايه بعد ما حط العقود في جيبه؟ بعت انذار لبابا وطلب منه كل الكمبيالات وفوايدها. عارف الفوايد كانت كام؟ 20% وساعات 28. بابا اتغاظ، ما كانش يتصور ابدا ان عديله يعمل كده، خصوصا بعد ما خد البيتين. لكن عملها، وكمان اشهر افلاس بابا. نجح جابر المنسي هو واخته في تنفيذ خطته، وكان تمن نجاحهم موت بابا بالسكتة القلبية. لا، لكن جابر المنسي عمل كده ليه؟
دنانير أخته قد كده قدرت تأثر عليه؟ عارف السبب إيه؟ زمان بعد أمي ما توفت ناس كتير شروا على بابا إنه يتجوز دنانير، لكن بابا بسلامة نية رفض، ورفض كمان إنها تيجي عندنا البيت. كان عاوز يربيني بنفسه كرشا، بس ما حدش ابدا كان يتصور ان انت امهم يبقى بالبشاعه دي، موت اب وتشريد عيله بحالها لسبب سبب تافه. تفتكري دنانير بتكمل انتقامها منك انت؟ مفيش تبرير تاني لتصرفاتها. شيء غريب الواحد اكتشف حقيقه ناس حبوه، الدنيا غريبه. لكن انت هتعملي ايه؟ مش عارفه. انا جيت البلد دي بعد جوابات كتير من جابر المنسي ومن نور، وبعد دنانير ما جاتلي بنفسها قررت اني ارجع تاني. افتكرت انهم عايزين يكفروا عن غلطه ارتكبوها في حق ابويا. حسيت ان صفحه قديمه من عمري لازم تتنسي. كنت فرحانه، حسيت ان انا راجع في وسط اهلي. لكن دلوقتي وبعد اللي عملته دنانير معايا تاني، حسيت ان 11 سنه من عمري ضاعوا مني تاني. 11 سنه هم المسافه من تاريخ موت بابا لحد النهارده. وبعترف لك ان احساسي دلوقتي هو نفس احساسي بالرغبه في الانتقام والغيظ ساعه موت بابا. ايوه بس نور ملهاش ذنب. نور ورده بتفتح وسط غيط صبار. انتي بتحبيها؟ عارفه سبب لهفتك، ما تخافش عليها مني. اسمعي يا هدى، انتي انسانه كويسه. بعد عامر ما يتجوز نور انا هطلب من بابا انك تيجي تعيشي معانا في البيت. يا ريت تقدر، رغم المرارة اللي حاسة بيها دلوقتي، إلا إنه جوايا حنين مجنون للبيت والأسرة والقرايب. صعب إنك تعيش أحلى سنين عمرك وإنت مفتح عينيك وخايف من كل الناس. صعب. طمني، أنا هعمل كل اللي إنت عايزاه. إذا احتجت أي حاجة لازم تعرفي إن ليك أخ اسمه عمر. صدقيني ده وعد. نعم استهال، أيوت خدمي. ما شفتش هدى يا سنجاوي؟ ايوه يا استهانم، الاستاذ عمر كان بيوصلها حالا اهو للمحط. ليه؟ لا خلاص، متشكره قوي. بس كده؟ العفو، سلام عليكم. مع مبسوطة دلوقتي؟ اهو عمر كان بيوصلها للمحطة، وزمانها طبعا ما حكيت له على كل اللي عملتيه فيها. دلوقتي عمر يقول علينا ايه؟ ولو قال لأبوه العمدة، العمدة نفسه هيفتكرنا ايه؟ وحوش؟ ما عندناش قلب؟ اللي عاوز يقوله يقوله. المهم دلوقتي انها هترجع مصر وهتقابل عامر، واللي خايفة منه هيحصل. لما انت خايفة من كده طردتيها ليه؟ انا مش لاقية سبب واحد يقنعني باللي انت عملتيه ده كله. انت اللي رحت لها مصر، وانت اللي اقنعتيها تيجي، وانت نفسك اللي طردتيها. ليه؟ عايزة افهم.
احسن لك ما تفهميش حاجه دلوقتي، انت لسه صغيره، بكره لما تكبري هتفهمي وتعرفي. لما يبقى عندي 100 سنه مش كده؟ نور، عمر البني آدم ما بيتحسبش بالسنين اللي عاشها، لا، احسبيه بالألم اللي بيعيشه. ازاي؟ مش اديتيني المفتاح؟ معايا نسخة تانية منه. أنا آسف على اللي عملته في شقتك ده كله، صدقيني أنا كنت هجيب أي حد يرتبها قبل ما أسافر، أنا آسف. هو معقول يبقى في موسيقار فنان زيك ويعتذر؟ موسيقار فنان؟ أنت بتتريق عليا؟ أظن الجو اللي لقيته هنا يقنعك اني بفهم في المزيكا كويس، ولما تعرف كمان اني قريت النوت اللي انت كتبتها كلها يبقى لازم تتاكد اني مش بتريق، وخصوصا بعد ما سمعت عزفك كمان. دي مقطوعه بالفها، صحيح عجبتك؟ انا الفتها لنور وعمر، حلوه صحيح؟ خلص النوت بتاعتها وانا خليك بكره تتعقد عليها، انا معارفي كتير. هدى، انت هتطلعيها في دماغي تاني؟ صحيح اللي عملته ده مزيكا حلوه؟ تسمع راي خبيره في الموسيقى؟ عامر يا جبالي، انت فنان موهوب. متشكر قوي. لحظه واحده، حجم حاجاتي واسيب لك الشقه. لا، انت محتاج مكان زي ده عشان تعرف تالف الموسيقى بتاعتك كويس. انا هسيب الشقه هروح اقعد عند واحده صاحبتي. هقول برضو يبقى بيتك وتسيبيه؟ لا، انا اللي همشي. عامر، اعتبره رجاء من واحده حاسه انك هتقلب الموسيقى في مصر، ونفسها يكون لها دور مع الفنان ده. ها، ارجوك ما تكسفنيش. الله، في ايه؟ في ايه يا صنيعتي؟ الله، انا سبت لك البلد كلها، عايز مني ايه تاني يا صنيعتي؟ في ايه؟ انت عجل، انت حر في نفسك، عايز تعمل زي الحريم وتلبس طرحه تخبي بيها خيبتك، انت حر، لكن ما تضحكش علي. يعني أنا كنت ماشي معاك على أساس هتديني مبلغ، فين هو؟ ما أنا ما نجحتش. ها، وأنت اللي ما نجحتش نفسك بعبطك، أنا ذنبي إيه؟ إديني فلوسي. ما معيش يا سلاهت، ما معكش فلوس، وكمان جاي تستخبى مع اللي ضيعك وضيعني. يا أخي أنت ما بتحسش؟ جاي لك نفسي تاكل من أكله إزاي وتنام على فرشيته؟ هات الفلوس. منين يا صنيات؟ منين؟ من اي حته؟ معرفش. هتجيب الفلوس ولا لبسك طرحه وظيفك في البلد؟ هي قلت ايه؟ ما معيش يا صنيتي. ما هو مش هخرج من هنا الا ومعايا الفلوس، يا انت لابس طرحه. قلت ايه؟ ما معيش يا صنيتي. تعالي هات الطرحه. لا، حطوه عليه. خبري يا سالم، اخلص.
اللي وجد دي جت لك من ايه؟ اخلص بقول لك. انا شالب الدقان مجدع، اجدع واحد في المنطقه كلها. انتوا معايا ولا معاه؟ اه تعالى يا شالب. لبسوه الطرحه وارموه بره. اخلص. اقول عليك يا شالبي، شالبي ده انا صاحبك يا شالبي. اخلص. ما تصحش يا شالبي، انا راجل برضك يا شالبي. بره. ما تصحش يا شالبي. يا بنتي هتفضلي قاعدة كده لحد امتى؟ دي الشمس راحت خلاص من زمان. لما يجيلي النوم يا بابا هطلع انام. ما تاخديش في بالك يا نور، ها؟ ما تدقيش في كل حاجة كده. اشتقت لك يا نورا، لكن قلبي اللي منعني. لو قلت لك يا نورا عن حبي اللي ضيعني. اشتقت لك يا نورا.